السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ يابا شو اقول لكم؟ الفرقات راحة من اثنين، بس ما راح نهجن. اثنين جيراني خلينا نقول، بس هاي بعد بيني وبينه تقريبا. طلع الفرقات، نطلعهن الفرقات ونطيرهن. هذا ما هو الثاني، هنا طير الفرخات، نجيب العودة مالتنا. شباب الفرخات خمسة صفة منهم، بس اثنين وين راحن؟ اثنين خمسة الباقيات، هذا مطير، هذا الباقيات وين راحن؟ كماشن جاري هذا بصفي، هو الشجر يعني، هو بصفي مطير طيور بالفرة مالتي. مجرد ما طيرت الطيور هن بس خمسة، ها طلع لي لاعبين وقع منهم ثلاثة، وعينك شقفن ولا رحت له ولا قلت له، يعني هو يشوفني من السطح، هو أول مرة أطير زين، شوفني من السطح أول مرة أطير، تلعب لهم شنو جدي يسوي الفرخة وما تقول لي، يعني أنا مثل ما يقول أقول اللي يربى جديد، بس المفروض يربى جديد بالمنطقة، على كيفكم وياه، مو كله فوقه خليه طير، وقف له طيرين ثلاثة تجي انت وقبر تلعب لطيوره شنو؟ هن فرخات ما بيهن عقل، تلعب لهن يوقعن، وقع معين ثلاثه، هن خمسه وقعن ثلاثه بقى اثنين، لان الاثنين بعد صراحه ما استعج بينا، طيرنا حتى اذا راح نطبهن مره حاشا اللي يسمع، خلينا نطيرهم ونشوف. راحن حشر يسمع طبهن مرض بقن، هالبقن شو اسوي هنا؟ اظل اوقف عليهن يوميه، شو اسوي هنا؟ هاي طيرتي زين، هاي الاثنين شوف ايش راح يسوون، خلا طلع لهم طيور، هذا واحد وهذا واحد، ما ادري بين عندكم لا، شوفوا شباب هذا واحد وهذا الثاني، هنا يطيرون فوقه بعد، اعتقد ذني كابتن ما ادري، هذا واحد فوقه يروح على الليغات، خلينا نشوف ايش راح يصير، مثل ما يقول احنا حظنا بعد، يعني اذا اشوف هذا يطير هنا نلعب لهم شويه، هذا لانشا هذا فقاية نشوفه زين، الفرة مالت الفقاية حياته، هذا الجهياته هذا زين شباب، بس هذني شنو من طيور، هذا اني صار بالريشة الثالثة هسه زين، انا كشيت ذاك اليوم طيور قبل لعب لهن هذا كنا قوي صار عليه ما شاء الله، يطير فوقه حتى بدون تلعب فوقه يطير، انا من طيرتهن هو قبل ظل يلعب لهن، طلع الحمور طلع تور ما خلى طير بالبرج ما طلع، حتى يمكن ايش اقول لك، حتى المهاليس والمقاصيص طلعهن زين، كله على مود شنو، على مود هيك مش طير تار، يعني تار صراحه ستار ما له قيمه، تعرفون انتم الطيور ما لها قيمه، كنا زوج ب 12 زوج ب 10 زوج سبعة، يعني حتى ما ظل بيها قيمة زين، انت جيت تلعبين شفتوا شباب، نزلت هي هاي الطائرة فارخة، هي صغيرة نطير اللي لو طير ما عليه شيء، يعني لو عندي جلدات اطير ويا الجلدات، نطيران ينزلن عادي مخبوطات ويا الجلدات زين، بس هذا الطير الفرخ من يطير من ينزل ينصي يقوم يدوخ بالتلعيب، تلعب لي اوقع بس يقوى شوي اجلد ما عليه شيء بعد، زوم شوية هاي نزلت، هذا جهة ثانية هم نزلت وطارن، والحمد لله طيرتن عليهم، طبعا طارن عليهم يعني هم هذول كلهم منتظرين، هن ما اعرف ايش منتظرين الصبح وعصر وظهر كل وقت ينتظروهم، شنو قال لي ايش عندي شو مربي ديناصورات، شنو طيور واقفين عليهن
بس شو اسوي؟ راح اوقفهم بعناد بيهم، اوقفهم والله، راح اجيب بعد فوقهن ان شاء الله. وانتم وياي راح اسوي برج هنا مرتب، اسوي البرج هيك من هناك واللي جاي، وعناد بيهم راح اجيب حتى زواجه. خليهم شوط ما يطيرون اطير الزواج، اسويهن شافون ذني اللي يسمون حربيات، راح اجيب زواجه حربيات. كل ما يطيرون حمر وتور وما شنو اطير وياهم زواجه، مو عدا التور. ان شاء الله انا راح اجيب وجبه زينه ان شاء الله، بس خليها اتفرغ لها صراحه شويه. شغلي هسه شغل ما دا الحق على الشغل، شغل اطلع من نص الصبح ارجع بثلاثه بالاربعه، هسه رجعت هسه تقريبا الاربعه ونص، ما دا الحق على الطيور. خليكم ويانا شباب. شباب هواي قالوا لي كسر البيضات، كسر البيضات، بيضات بعد ما اقدر اكسرهن، حتى مثل ما يقول اخش بخطيتهن. صارن بهن صارن دم، صارن بهن افراخ، صارن فوق اسبوع بس ان شاء الله راح يفقسن زين، فما اقدر ما اقدر اكسر البيضات بعد. خليهن طبعا وخليها على الله، شو يطلع بهن خليه يطلع. وهي صحيح الجو حار، بس ان شاء الله شباب عندي خوش لك، راح اسوي هنا براجه. هاي من انا من هيك شيء ماكو شغله بالموطة، اودي هاي من هيك لي غاز راح ادقها براجه، علي ستاره طبعا. ما اسوي براجه اذا ما علي ستاره، راح اجيب طابقات. اذا ما اسوي ستاره عليها ما اسوي البراجه، لان عيب من الناس. صحيح انا اتونس بالطيور واطير طيور، بس عيب، لازم افكر بالجوارين. عليها ستاره حتى اخذ راحتي بالسطح، عليها اسويها بعلو يعني مثل ما يقول ويا قصتي، بعد لا اشوف احد لا احد يشوفني. اسوي هنا براجه، اذب بيها تور واذب بيها، شوف شو يطلع لنا رافل، شوف شو نجيب والله كريم، يعني اسوي براجه حلوه. خليكم وياي حتى مثل ما يقول يوم ورا يوم نتطور اكثر واكثر. يلا شباب في مال الله.